اسلامي من عالمنا، لانها صارت مهنه من لا مهنه له وبضاعه من لا بضاعه له. لا. زي انت انت معروف الاعلامي فلان، الكاتب الصحفي، رئيس التحرير، الصحفي بصحيفه كذا، والذي لا مهنه له ولا يصعد ولا بنقابه الصحفيين ولا يتبوأ موقفا، يقول لك الخبير الاعلامي والناشط الاعلامي. حتى في العمل السياسي، عضو بحزب كذا، رئيس حزب كذا، امين كذا بالمؤسسه، بمركز البحوث، ومن لا صفه له ناشط سوي وناشط سياسي مش مقبول. ويقع على كاهل وسائل الاعلام عبء كبير في تحري الدقة في من تستضيف. صحيح. وتستضيف من له صفة. ونحن في الازهر الشريف، وانا ما زلت اشعر بكوني عضوا في المكتب الفني لفضيلة الامام ومسؤولا عن الدعوة في الازهر الشريف الى جانب كوني وزيرا بالاوقاف، أن مد القنوات المتخصصة بالعلماء المتخصصين. ده لازم. حضرتك شفت إزاي مسألة تحريض بعض من يسمون بالدعاء واللي ليهم أسماء كبيرة ورنانة خارج مصر ضد الجيش المصري، تحريض علني كده عبر بعض الفضائيات ضد الجيش المصري، ضد الشرطة المصرية، ضد المجتمع المصري. أما واضح، وأنا الحقيقة أصدرت أكثر من بيان في هذا الشأن. أول أقل ما يقال إنها خيانة وطنية، وليست خيانة وطنية فقط بل خيانة دينية أيضا. ليه؟ لماذا؟ مصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام. قوة الإسلام في قوتها، وعز الإسلام في عزها. وفي الوقت الذي نشكر إخواننا في الدول العربية، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بوقفتها العربية الأصيلة طبعاً. ولا ننكر دورهم أيضا لا في نشر الإسلام ولا في العروبة الأصيلة ولا إلى جانب مصر، لكن نؤكد القوة الضاربة للعالم العربي والإسلامي والقلب النابض. وقلت ذلك من على منبر الأزهر، قوتكم من قوة مصر وعزكم من عزها. وكما قال حافظ إبراهيم: أنا إن قضى الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، مرمان رام وراح سليما، من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجرت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. وكما قال الشيخ محمد بن طلال الشعراوي رحمه الله: مصر هي البلد التي صدرت علم الإسلام حتى الى البلد الذي نزل فيه الاسلام. يعني حضرتك شايف ان الدعاوى، دعاوى التحريض من قبل واحد زي الشيخ القرضاوي، خيانه دينيه وطنيه. تمام. وقلت ايضا للاسف، ذكرت اكثر من هذا، قلت للاسف ارتبط زوال السلطه من يد الاخوان ومن تبعهم وحالفهم ومن كان معهم ممن ذهبوا وهربوا فاضين الى قطر بثلاثه اشياء نعاني منها الان ونعمل على كشفها دعويا. بدأنا نجد بين بعض الناس قضية، تظهر قضية التقية. التقية ما يعرف عند الشيعة بالتقية، وهي إظهار خلاف ما تبطن. والدليل على كده ان كان كل من يعني يتعرض لموقف من القضاء من قيادات الإخوانية اكثرهم تبرأ ويقول لك انا ماليش علاقة بالإخوان. حتى ظننت ان قضية الاخوان دي كانت قضية هلامية. ولو انت الان كل واحد يقول لك انا ماليش علاقة في كل في كل حتة، وليس هناك صدق مع النفس، والدولة فتحت المجال. قالت يا اخواننا الباب مفتوح للمواطنة الحقيقية الصادقة بعيد عن العنف، ونحن دائما لابد ان يأتي يوم يلتم شمل الوطن جميعا بكل ابنائه، لكن بصدق. هناك قضية التقية. اما بعض القيادات، يعني ايه لم شمل يا فندم؟ يعني مصالحة في حاجة واحدة. احنا دايما بنقول الذي يرتكب اجراما او تعديا او تخريبا او عنفا او يحرض علي على العنف او يحرض على العنف لابد ان يلقى الجزاء القانوني. تمام. اما في النهاية لا بديل عن تماسك الوطن في ضوء المصالح الوطنية العليا لكل من يعمل على مصلحة الوطن. لاحظ ما انا عند الشباب قلت حقوق وايه واجبات. الدولة عملت ايه لما جت تقول؟ قالت كل من كان واستمر عضوا، كل من كان عضوا في الإخوان المسلمين واستمر ايه عضوا، يبقى اللي عايز يدخل رحاب الدولة بيروح بيسجل رسميا ابتعاده عن هذه الجماعة رسميا. فالدولة لا يمكن انها تقصي ابنائها
أو تعاقب أبنائها من لم يجرم منهم. هناك من كان مضللا ومغررا به ومخدوعا، وهناك من كان يركب موجة الأقوى. عندما بعض الناس لما لقت موجة الإخوان أو غيرهم يركب الموجة، الدولة لو قالت هنحاسب الناس كلها لم تكن منصفة، لكن قالت كل من كان عضوا وإيه واستمر ومستمر. لكن الباب مفتوح إنها تحتوي الدولة كل أبنائها، وأنا أؤكد تفتح يديها وذراعيها واسعين، أنا بقول أهو لكل من يريد أن ينضم إلى اللحمة الوطنية بشرط ألا يكون قد ارتكب جرما يعاقب عليه القانون في حق هذا الوطن، وإن كان قد ارتكب جرما في حق هذا الوطن يعاقب على قدر الجرم الذي ارتكب. أما من أراد أن يدخل إلى صف الوطن فالوطن لا يقصي أيا من أبنائه، الوطن ملك للجميع، بس بشرط حاجتين بقى اللي قلتها لك صدق من جوه. طيب. لان بدات اكمل لك في جمله ممارسه التقيه في منتهى الخطوره. الامر الثاني انك تظهر ما لا تبطن. طبعا الامر يقول لك اضحك على المجتمع، اضحك على الناس. يبقى بدات تظهر قضيه التقيه. اتنين، عند بعض القيادات وبالذات من يظهرون على قناه الجزيره الكذب الواضح والممنهج، وهذه أفة خطيرة، كيف تثق في من يكذب ومن يبدل الحقائق. الجانب الثالث تكفير المخالف أو تخوينه أو تفسيقه أو التشكيك في دينه أو وطنيته لمجرد أنه هو معارض لرأيك. فإحنا عايزين، مش حضرتك تقصد كده، لما نبقى صادقين متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ولو أن بانيا خلفه هادم كفى، لو كل بان خلفه هادم، يعني واحد بيبني واحد بيهدم يكفي، لو كل بان خلفه هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادمي. لا لما تكون انت بتمد ايدك صعب قوي، انت بتمد ايدك والتاني عايز يقطعها. لو كل بان خلفه هادم كفي، فكيف ببان الدولة تريد أن تبني. أنا أقول لك حاجة، الدولة كالأب، كل أبنائه محسوبين عليه. الأب اللي عنده ولد عنده مشاكل، هو عنده مشاكل ويريد أن يؤدبه، لكن في النهاية تقدر تقول مش ابني، هو ابنك. طيب. عنده ولد متخلف دراسيا، هو ابنه، واجبنا أن نعالج وأن نوجد حلولا، لكن في النهاية كما قال النابغة الزبياني، فلو كف اليمين بغتني خونا لأفعدت اليمين من الشمال. وقد يضطر الطبيب إلى بتر أحد الأعضاء حفاظا على سلامة صحيح الجسد. هل الإنسان يبطو أي عضو؟ هل الإنسان العقل يمكن أن يبطو عضو من جسده؟ لا، لكن إذا كان هذا العضو سيودي بسلامة كل الجسد يبقى مفيش مفر. هذا هو الفيصل وهذا هو المحك.